احتفلت القوة الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة السعودية الرابعة من مشروع السروات من نوع كورفيت أفانتي 2200 بحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بإسبانيا. وجرى تعويم السفينة السعودية التي أطلق عليها اسم سفينة جلالة الملك جازان برعاية قائد القوة البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وبحضور السفير السعودي لدى إسبانيا عزام بن عبد الكريم اليقين، وعدد من كبار الضباط القوة البحرية الملكية السعودية، ونائب الرئيس للاتصال والمؤسسة والخدمات المساندة والتقنية المعلومات لشركة السعودية للصناعة العسكرية وائل بن محمد السرحان ممثلا للشركة، وعدد من كبار المسؤولين من البحرية الإسبانية وممثلين من شركتي سامي نافانتيا ونافانتيا الإسبانية، بالإضافة إلى جهات أخرى. من جانبه قال الفريق فهد بن عبد الله الغفيري بهذه المناسبة أن المشروع السروات سيسهم في رفع مستوى جاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر سفن المشروع إضافة مهمة لقدرة القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعة العسكرية المتقدمة تقنيا. وأضاف: نحتفل اليوم بتعويم سفينة جلالة الملك جازان، رابع سفينة من نوع كورفيت أفانتي 2200 التي ستعزز من مهام أسطول القوات البحرية الملكية السعودية، ما يؤكد الاهتمام الكبير بقطاع الصناعة البحرية والعمل على تطوير أنظمة ومتطلبات جديدة. وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية واس، فإن سفن مشروع السروات تتميز بكونها تتميز بأحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات البحرية الكافة السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدرتها الكثير من السفن البحرية العالم. وأوضحت الوكالة أن سفن مشروع السروات تعد إضافة جبارة لقدرة القوات البحرية الملكية السعودية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية. ويشمل مشروع السروات الخدمات التدريبية للأطقم ومشبهات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمداد اللاحق طويل الأجل، لافتة إلى أنه سيتم تزويد سفينة جلالة الملك جازان وكافة السفن الأخرى التابعة لمشروع السروات بأول نظام إدارة معركة سعودي 100% تحت اسم حزم تم تطويره بأيد وطنية وفريق عمل متكامل كجزء من مهمة شركة سامي نافانتيا ضمن مشروع أفانتي 2200.